هناك عدة عمليات زراعية يقوم بها المزارع قبل موسم الأمطار في الربيع أو الخريف. دعونا نتعرف ماذا تعني كلمة الجرب في بني مروان. إذن أحبتي المشاهدين، نحن الآن في موسم الأمطار. طبعا هذه الزراعة يسمونها زراعة البعلية العثورة أو زراعة الأمطار. هذه الزراعة على الأمطار، طبعا المزارعين الآن يقومون بعملية نتف الأعشاب الضارة اللي ما يسمونه هنا العلقة، صح؟ هذه الأعشاب الضارة التي تأكل المياه والمحتوى الغذائي داخل التربة عن الدخن، ثم يقومون أيضا بإزالتها قبل المطر عشان يجون يعملون عملية عمل بعدين بعد الموسم الأمطار، وبالتالي يكون الأرض خصبة وقابلة للزراعة أكثر مما تكون داخل هذه الأعشاب الضارة. ليش تبدأون من الآن الجرب هذا؟ ليش؟ ننظف. تنظفون ليش اليوم؟ ليش ما تنظفون قبل شهر؟ لا من اليوم، لأنه موسم الأمطار. لأنه موسم الأمطار تبدأ تنظف عشان يبدأ مباشرة تعمل العمل مباشرة. عشان يبدأون بزرع السمسم، الجلجلان. السمسم الآن. كل هذه المساحات تزرعونها السمسم. أيوه. يعني الآن لاحظ الأمطار، سبحان الله العظيم. البرق يعني الآن المطر ينزل وأنتم تشتغلوا. أيوه. متى تسفحون؟ نسبع لما نحيل هذا الاحياج. اول ما يباعد تبداون تسفحون بشكل بشكل كامل. ايوه. السمسم فقط هنا ولا كمان قصب؟ السمسم والقصب. ايوه. والدخن. هذه كلها هنا تزرعونها يعني على اسمه الارض، هذه الارض الرمليه يسمونها انتم ايش؟ رون. رون. رون يعني ايش؟ تراب خفيف، تراب. أيوة. خفيف الرون هنا. هذه المنزله ايش يسمونها انتم؟ زبره، صح؟ ايوه. الزبره سموها. منزلة زراعية هنا في تهامة. أيوة. كم تدي الأرض الواحدة العشر معاود إنتاجية؟ 10 أكياس، 20؟ طيب 10، ولما أبو بركة يا عم كيس معاد. كيف بركة يعني؟ ينزل مطر كثير؟ أيوة. لما ما عاد يا عبدنا 3 أكياس. أيوة. مطر موسم. إذا أحبة المزارعين، أحبة المشاهدين، من هذا المكان الجميل صورنا لكم هذه أولئك المزارعين المبدعين هنا صراحة، الذين هم بحاجة إلى دعم في مجال هذه الزراعة، زراعة الحبوب. تحياتي لكم المهندس محمد حجر، والسلام عليكم ورحمة الله.